السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. عندي استفسار بعد إذنك. تفضل. في واحد بلغني سؤال أسأله لحضرتك، هو عنده فرن عيش بلدي اللي هو الفرن بتاع الحكومة العادي. بعدين هو بيسأل ان التنويم مثلا بيبعت له 11 شكارة وليكن مثلا 11 شكارة دقيق، ومديله ميزان لرغيف العيش ان مثلا الشكارة تعمل 725 رغيف وليكن. لا لا ده عفوا، سؤالك هيطول، كلمني على الخاص معذرتك. طب نختصر بسرعة، اصل محتسب محتاج حسبة. السلام عليكم. السلام عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيت الرجل وحده؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: الحديث الوارد في هذا الصدد به علة، وهو حديث ابن عمر لو تعلمون ما في الوحدة. عفوا، حديث ابن عمر نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، أن يسافر الرجل وحده أو يبيت وحده. هذا وهم فيه بعض الرواة، وإنما صوابه لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام وحده، فقد كان في غار حراء الليالي ذوات العدد يتعبده وحده، ونزل عليه الملك وهو وحده، وقد اعتزل نساءه شهرا أيضا في مشربة له، ومريم عليها السلام انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مفيش، كنت عايز أسأل حضرتك، هو يعني كان في مرة كان يعني دخلت في صلاة جماعة، يعني كان حد بيصلي يعني، فدخلت وراهم في الصلاة، وكنت دخلت في ركعة يا سجادة، كانوا بيقرأوا الفاتحة. عفوا عيدي كلامك. يعني دخلت في مره كان في صلاه جماعه قائمه، فانا دخلت وراهم. دخلت وراء صلاه جماعه قائمه. وبعدين وانا دخلت وراهم، وهو كان يعني الامام كان المفروض انه بيقرا يعني في اول ركعه يعني، بس انا دخلت يعني دخلت في الاخر كده، فما لحقتش اقول الفاتحه يعني ما لحقتش اخلصها، وبعدين هو ركع.
ف يعني قلت احاول ان انا اخلصها بسرعه، بس لقيت ان هو يعني طول في الركوع، فخفت احسن ما الحقوش. جيت انزل اركع معاه لقيته يعني طلع، يعني وانا لسه بنزل اركع هو كان محسوبه لك ركعه، طلع محسوبة علي ركعه، محسوبه ركعه لانك ادركت الامام قائما قبل ان يركع. يعني كانت تحسب ركعه، بس انا يعني ممكن ما لحقتوش وهو انت أدركت مع الإمام جزءا من القيام، صلاتك صحيحة. طب أنا ساعتها ما كنتش عارفة أعمل. خلاص ملا الشاشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخ. اتفضل. مرحبك يا شيخ. الحمد لله طيب. بكم في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. جزاك الله خير يا حبيبي. شيخ من حبيب، أنا عندي سؤال لحضرتك. أنا دلوقتي شاب، كنت طالب علم في الماضي وكنت أحفظ القرآن الكريم، ولكن للأسف يعني هاجرت إلى بلاد الكفر وعشت فيها فترة طويلة من الزمن، عندي فيها أولاد أجانب، فكنت محتاج يعني بعض النصائح من حضرتك. يعني هل أنا الآن في مصر، عدت يعني في مصر وأعمل في مصر الحمد لله وضعي جيد، ولكن قلق جدا على ابنائي يعني. اولادك هناك وحدهم؟ او استمر هنا في مصر. اولادك هناك؟ نعم اولادي هناك، ولكن منفصل الان، انا منفصل عن امهم يعني. طيب والاولاد مع امهم الكافره؟ لا امهم مسلمه ولكن في دار الكفر. هي مصريه؟ لا ليست مصريه، اجنبيه. على دين؟ يعني نوعا ما يا شيخ. والله إن استطعت أن تأتي بهم إلى بلادنا بلاد مصر إن شاء الله أحسن من بلاد الكفر. مشكلة يا شيخ إن أنا الآن عندي يعني صعوبة في وجود في إيجاد زوجة في مصر، يعني الأمر صعب جدا للأسف. لا هذا أمر سهل إن شاء الله. يعني نريد مساعدتكم إن شاء الله. خلاص زرنا إن شاء الله وربنا يتولانا ويتولاك. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قال يا شيخنا حديث المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. لا يثبت. هل معناه يثبت؟ والله يحتاج تدقيق يعني في أجزاء طبعا صحيحة، المؤمن أخو المؤمن لا شك في ثبوتها. إنما المؤمنون إخوة كما قاله الله تعالى في كتابه الكريم. جزاكم الله خير. أياكم. النت مقطوع ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم تفضل. الله يحفظك يا رب. كنت عايز اسال كده على حكم الرقص للنساء يعني مع بعضهن كده. اي شيء يدعو الى الفتنة والاثارة يمنع. يمنع؟ طيب اذا كانت اذا كان شيء يدعو الى الفتنة والاثارة يمنع، لان الله لا يحب الفساد. تمام. طب لو كان لي حدود يا عم الشيخ يعني اجبتك اجمالا، ما عندي مزيد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا عم الشيخ. تفضل. كيف الحال يا عم الشيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك وينفعنا بعلم اخواتك. بعد اذنك يا عم الشيخ، كنت محتاج اعرف زوجه غضبت عند اهلها، فهل نفقه للطفله الرضيعه هل واجب علي النفقه لها؟ لان اخ قد افتاني وقد يعني شكيت في الفتوى بتاعته، قد اشككت في هذه الفتوى انها ناشز، فليس علي من نفقه. ناشز؟ قال لي هي ناشز عند اهلها، عند اهلها فليس لها نفقه. أنا لا أدري هل هي ناشز أو ليست بناشز، لا أعلم. ما أستطيع أن أعطيك حكما، قد تكون غضبانة بسبب.
قد تكون غضبانة بسبب، فينظر لماذا خرجت عند أهلها. لكن على أي حال ابنتك أنت تنفق عليها. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. دلوقتي يا شيخنا الحديث القدسي إن الله يعني حب ثلاثة وحب الثلاثة أشد. لا يصح. وحب هل يثبت أم لا؟ لا يصح. ضعيف أم أو مستحب؟ ولا نجد له سندا. وأغلب الأحاديث القدسية لا تثبت. ما يكاد يثبت منها إلا ما يقارب 200 حديث. شكرا محمد بدوي، بارك الله فيك، بارك الله فيك يا بن أرقم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى تفضل. ربنا منن عليا بفتح محل ملابس بفضل الله عز وجل، موقف مع زوجتي بنتين، وواحدة فيهم بتصلي والتانية ما بتصليش، ونصحناها كذا مرة. فأنا بقى قلت لزوجتي أنا همشيها، فبيقول لي ما تقطعش لهم اللي كده عيشها. فبسألك يعني فلتفصل في الموضوع ده. عفوا، تقول إيه؟ موقف المحل اثنين؟ يعني فتح محل ملابس، منن عليا ربنا بمحل ملابس يعني. أيوه. وموقف بنتين مع زوجتي مع مراتي. أيوه. بنتين واقفين مع مراتي يعني بيساعدونا في الشغل. وانت ازاي يعني، يعني ملابس نسائيه ولا ملابس رجالي ولا ايه؟ ايوه لا نسائي، قسم يعني قسم نسائي، واقفين بنتين تاني مع مراتي يعني واقفين في المحل يعني. مفهوم. بيبيعوا يعني بيبيعوا للنساء. مفهوم. وبعدين؟ وبعدين فيهم واحده بتصلي والتانيه ما بتصليش، بنصحها للصلاه مش عايزه تصلي، فانا بقول لمراتي انا همشيها، فبتقول لي كده انت تتعلم متعيشه. فبسأل يعني في الموضوع. هي مجدة في عملها؟ لا هي شغالة كويسة بس ما بتصليش. وأمينة؟ نحسبها إن شاء الله كده أمينة. ليس عليك هداهم. بس تشتغل معانا عادي يعني. يجوز. بس المشكلة إنك تحافظ على نفسك أنت. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ، سؤالي بس، آداب تهذيب اللحية بحيث لا تخالف أمر النبي في إطلاقها وتوفيرها. عليه الصلاة والسلام. كان ابن عمر يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد على القبضة. وجوز فريق من العلماء الطبري وغيره أن يؤخذ الشاذ المتطاير. يعني الشاذ يعني اللحية النازلة كذا، في واحدة شاذة تنزلها ما تنزل، يجوز قص الشاذ المتطاير. بارك الله فيك اختصارا. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك شو مصطفى؟ الحمد لله بخير. لو سمحت، ايه الرد على قول الامام ابن القيم؟ ايه الرد؟ طب ولازم تقول ايه الرد يعني؟ ما تسال الاول، يمكن كلامه صحيح. ايه؟ اسال الاول هل هو اصاب او اخطا، مش مباشره ايه الرد؟ انما انا منصبين انفسنا للردود. هو بيقول، سمعت شيخ الاسلام ابن تيميه قدس الله روحه يقول: من وظب على 40 مره كل يوم بين سنه الفجر وصلاه الفجر يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك استغيث حسن. لم يثبت هذا الذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام اجمالا. شكرا. عليكم السلام يا نور الصباح. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته يا محمد بن رأفت. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك شيخي؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤالين. الأول بسيط، يعني ما حكم تبرع الابن لوالدته بإحدى كليتيه؟ السؤال الثاني، يعني تبرع الابن لوالدته بإحدى كليتيه لا بأس إلا إذا كانت صحته ستتلف. السؤال الثاني، يعني لي قريبة، كانت قريبة لي جدا، تربينا مع بعض، كان في
يعني كانت أمي تخدمهم بشكل مستمر ودائم. وعندما شبت هذه البنت يعني للأسف يعني ارتكبت الفاحشة وحملت من الزنا، وبعد ذلك قررت أمي أن تقاطعها وتقاطع أمها تماما، فما حكم هذه القطيعة مع وجود رحم طبعا ما بيننا يعني؟ إن قطعتم البنت هجرانا في الله ما دام وما زالت مصرة على كبيرتها. لا لا، للأسف احنا قاطعناها خوفا على السمعة وخوفا على زيجات البنات الأخريات من العائلة. خلاص لا بأس بذلك، جزاك الله خيرا، شكرا. جزاك الله خيرا. وبإمكانك يعني أمها طيبة ومغلوبة على أمرها، ولا أمها مساعدها على ما هي فيه؟ لا لا، هي كانت غلطة واحدة يعني للأسف، لكن البنت بعد ذلك انصرح لها ويعني اعتدلت في طريقها، يعني لم ترتكب هذه الفاحشة مرة ثانية. والله يعني أظن أن الوصل والنصح أولى، والله أعلم. الوصل والنصح أولى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ نعم، أنا حبيب. اتفضل. الله يحفظك. أنا يعني أود أولا أن أخبركم أني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وثانيا يعني أود يعني أن تدعو لي. الله يسكننا وياك الفردوس ويسعدنا وياك في الدنيا والآخرة والسامعين والسامعات يا رب. آمين يا رب آمين. وأن تدعو لأبنائي، بارك الله فيكم شيخ. وفقنا الله وإياكم وذرياتنا. آمين يا رب آمين. وكنت لي طلب بسيط، كنت أود أن أجلس مع فضيلتك في وقت يناسب، فيعني أنت كرمت علي أخبرتني بالموعد المناسب، وإن شاء الله آتي حضرتك. الزمن كم تقريبا؟ تقريبا يعني زمن المسافة، زمن الجلوس. الجلوس يعني ما يعني ما يقارب نصف ساعة وأقل. نصف ساعة لا أستطيع والله، لا. هذه الأيام لا أستطيع تفريغ نصف ساعة. كلمني في الهاتف الخاص نرتب إن شاء الله. طيب شيخ، أنا جزاكم الله خير. وياك الله. بارك الله فيك يا ميرال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لحضرتك لو سمحت دلوقتي كنت عايز أسأل سؤال مهم. نعم. الوقت أنا ينفع أحلق ذقني؟ نعم. أحلق الذقن، اللحية. لماذا ستحلق لحيتك؟ خوفا من الحكومة. خوف جبنا يعني؟ ليس جبنا والله، بس خوفا يعني جبنا ولا ليس جبنا والله يا شيخ، لكن أنت تعلم كيف هم. إذا كان قال الله فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. مش أحلاها كلها، مش أحلى اللحية كاملة. لا تخشوا الناس واخشوني. لا والله لا، أنا أخشى الناس ولكن أنا أخشى الله، ولكن أمن الدولة صعبة شوية يا شيخ. على كل حال، إذا كان سيحل بك من البلاء ما لا تطيق ولا تحتمل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن أنصحك بالصبر والثبات على سنة رسول الله، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. بس. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال، أنا في الخارج في معاملة أود أن أسأل عليها. لو أحد وكل منظمة مالية لشراء بيت واتفق معها على أنه سيتم الجلوس في هذا البيت بنظير إيجار يتغير كل سنة أو سنتين، وفي لا يلزم الاطلاع على صورة العقد، الله يحفظكم. يلزم الاطلاع على صورة العقد. شكرا بارك. ليس لي كتاب خصوصي في أسباب النزول يا أخ سيد ابن أحمد، ولكن ثمة كتابان، كتاب لشيخنا الشيخ مقبل ابن هادي الوديع رحمه الله تعالى، الصحيح المسلم من أسباب النزول، وكتاب لأحد إخواننا من الطلبة معنا وفقه الله، هو الشيخ محمد لملوم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى. نعم مصطفى. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ. وياك. الله عنا خير الجزاء. وياك يا رب. انا اطلب بس من حضرتك تدعي لي انا وزوجي واولادي ان احنا نعيش سعداء وبعيد عن اي مشاكل يا شيخ. الله يسعدنا واياكي في الدنيا والاخره والسامعين والسامعات يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب. ربنا السلام. ما يحرمنا منك يا شيخ يا رب. الله يبارك فيك يا اختي. شكرا. جزاك الله خير يا اخ سيد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم مصطفى تفضلي. بعد اذن حضرتك يا سيد الشيخ، انا تعاملت مع بائع. ها؟ تعاملت مع بائع. اشتريت منه هواتف لاولادي. تعاملت مع بائع اشتريت منه هواتف لاولادك، وبعد؟ على ان ذلك فيه تقسيط، هو سيشتري لي هذه الهواتف، دفعت له مقدم من المال، وتم التقسيط على شهور، وتم الاستلام وهو اخذ ماله وكل شيء. فعلمت ان هذا من بعض الناس ان هذا ربا. كانت الصورة كانت من هو كان يملك السلعة ولا ايه بالضبط؟ هو لا يملكها، هو معه المال. هو تاجر. تاجر تاجر او غير تاجر؟ هو يعني عمله يا شيخ مش له محل او مكان. ايوه 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 فهمت الكلام، فهمت الكلام. يعني انا لا، هذه الطريقة كالبنك بالضبط يا اختي. ربا؟ لا تعودي لها. طيب في كفاره او شيء يعني؟ لا استغفر الله. ولا لا فعلتها جل لا شيء عليك. جزاكم الله خير. لا تعودي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مصطفى. تفضل. الحمد لله. الحمد لله. كنت بس عايز اسال حضرتك بسؤال من ناحيه زكاة المال. حبك الله يا ابن مروان. اسال اسال. دلوقتي انا معايا مال عطيل لواحد بيستثمره، هو بيستثمره في الزراعه. طيب. تمام؟ المال ده انا كل سنه بطلع عليه زكاته. زكاة الزروع بقى اللي هو بيستثمرها فيها دي، انا هل اطلع عليها زكاة؟ صفة المشاركة غير واضحة. ما صفة المشاركة هو بياخد بيزرع بيه أرض، بيأجر أرض ويزرعها. أيوه. تمام؟ والأرض دي بتنتج الإنتاج بتاعها، تمام؟ أنا المال أصل رأس المال كله أنا بطلع عليه زكاة في كل شهر في الهجري، بطلع مثلا في شهر مثلا شوال بطلع زكاة مالي كاملة. تمام؟ وبناء عليه إن أنا دلوقتي المال اللي هو عنده بحسب كل المال وبطلع الزكاة عليه. زكاة الزروع، هل في زكاة زروع عليا ولا طلع زكاة مال فقط؟ واحنا لن نجمع عليك زكاتين. الذي يظهر ان عليك زكاة زروع. وليس زكاة مال. لانك تاخذ جزءا من الناتج من الزروع سواء نصف او اقل او اكثر. تمام، انا باخذ بناخذ نص الربح. لا انت تاخذ زروع من الناتج، صح كده ولا انا غلطان؟ لا اخش زروع، انا اخش زروع، انا مش باخدش منه زروع، انا باخد منه مال اخر العام، باخد منه مال. يعني هو التكلفة او بقول التكلفة كلفت مثلا وليكن 100,000 وكسبوا 20,000. فال 20,000 دول بيقسموا بينا. طب هو الذي يخرج زكاة الزروع او من؟ لا هو ما بيخرج، هو بيقول لي خد مالك انت اتصرف فيه. ما نستطيع ان نقول انها زكاة عروض تجارة لانك حولتها الى زروع، وربنا قال واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. فيصعب علينا يصعب علينا، لا نستطيع ان نقول نجمع عليك زكاة المال مع زكاة عروض التجارة. فانت اما انك تقول ان عروض التجارة أو تقول زروع أقرب لأننا نقول إنها زروع. ما هو مش يعني ما هو الـ يعني أنا دلوقتي مثلا الزراعة نفسها أنا بعمل إن عجزت عن الحسابات حولها لزكاة عروض تجارة. طيب دلوقتي أنا بزرع موسمين في السنة.
حصادين، باخد حصادين بطلع على كل حصاد. فانت ما تاخذ حصادات، هو يعطيك اموال الربح على حد قولك. قل لك انا اجنح الى انها زكاة زروع، ان عجزت خلاص تحولها لعروض تجارة. طب ولا انا اكتفي بالزكاة، انا كده واطلع عليها زكاة مال. يا اخي افهم كلامي، يفترض ان الزروع عليها زكاة، صح كده؟ تمام. لقول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاد. العشر اذا كان يسقى بماء السماء، نصف العشر اذا كان يسقى بالآلة، المفترض هذه تخرج عقيب كل انتاج، عقيب كل انتاج. هو لا يطلعك على هذا وانت قانع ان يعطيك فلوس، يعني انصحك ترجع لزكاة. هو عشان يطلع النصف العشر، ما هو المكان برضو اللي يزرع فيه علشان ينقل الزروع، بيبقى الموضوع فيه مشقة. ممكن يبيعها مع ما يبيعه من المنتج ويحسب نسبة زكاة وطالك أنا زاك فلوس، ونكون اتجهنا لهذا للضرر أو لمصلحة الفقير. الزروع ستتلف يعني مثلا، يعني أطلع زكاة المال بتاعي في موعده العادي، وفي موعد الحصاد أطلع زكاة زروع. لما قلت لك هذا، طلعها كلها زكاة زروع فقط. وزكاة مال لأ؟ لا لا. ايه يا اخي؟ يا زروع الله يغفر لك، انت حولت المال الى استثمار في الاراضي الزراعيه. ما هو يا مولانا بيجي لي المال، بيرجع لي مال وبياخده تاني. ما هو المال 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 اخده، تمام. وانا في شهر شوال بحسب كل مالي وبطلع عليه الزكاه. خلاص انت كده مشكور. انت بتعمل اكثر من اللي عليك. خلاص نادي، ما انت الان خرجت زكاة زروع وزكاة مال، عملت اكثر من اللي عليك. خلاص شكرا لك، جزاك الله خيرا. تمام. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا يا طالب تفهم كلام غلط. حالك؟ الحمد لله بخير. عندي سؤالين يا شيخ مصطفى. بالنسبة لحضرتك للتكبير اللي هو الدخان مثلا من الوقوف للركوع، بينجى مثلا قبل الركوع ولا اثناء الركوع ولا بعد الركوع؟ الأمر فيه ساعة، أثناء الركوع. تمام. المسألة الثانية، كنت بصلي العشاء، تمام، فالمفروض كنت أجلس جلسة التشهد الوسطى، صلحت وقفت، تمام. بعد ما انتصبت رحت نزلت تاني، اتلخبطت فنزلت قعدت وتشهدت وقمت بعد كده ركعت سيدتي سجدين سهو. هل صح كده ولا؟ قاعد مصطفى، قاعد حضرتك سامعني؟ قاعد. السؤال حضرتك، انا كنت بصلي العشاء، ايوه تمام، والمفروض كنت اجلس جلسه التشهد دي الاولى، تمام. طيب فنسيت، رحت وقفت، فلما وقفت برضه رحت اتلخبطت وافتكرت ان انا نسيت التشهد فجلست تاني. جهلا سهوا الصلاة صحيحة ما دامت أديت أركانها. وتسجد للسهو بعد ما خلصت الأربع ركعات سيأتي سيدتين سهو. لا بأس لا بأس. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك. تفضل. كنت يا شيخ انا ليا سؤالين لو تكرمت. تفضل. الله يكرمك. توفي اخي وترك ميراث، وتم تقسيم الميراث، واولاد اخي لسه صغار في السن، ما بلغوش عن 21 سنه. في المبلغ اللي حاسب بيه حط فلوسهم في البنك وعمل فلوسهم شهادات. لو بلغوا النصاب يا مولانا، فلوسهم عدت النصاب، نعمل فيها الزكاه بتاعهم؟ انت لست بمتحكم في المال. البنك حالة بينك وبين إخراج الزكاة وبين التصرف في المال. نعم. ما عليك شيء. حتى بعد ما يكبروا ما يعلمش شيء. بس لما يكبر ما نستطيع أن نقول له اخرج زكاة 15 عاما. نعم. وخاصة المال يعني يعتبر معطل عندهم. طيب السؤال الثاني يا شيخنا لو سمحت. تفضل. بالنسبة للجماعة اللي صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة،
هل عليهم إثم؟ عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. هل عليهم إثم فيما فعلوا؟ أقول لا أستطيع أن أؤثم، لكنني أقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هل تنازع في ذلك؟ أليس خير الهدي هدي محمد؟ نعم نعم صلى الله عليه وسلم. أليس الصحابة بأفهم منا؟ لا طبعا صلى الله عليه وسلم عليهم رضوان الله. أليس التابعون بأفقه منا؟ لا هم أفقه منا طبعا. أليس أصحاب المذاهب الأربعة؟ هذا الفعل هل عليه ذنب اللي فعلوه مثلا؟ من أجبتك لا أستطيع أن أقول عليه ذنب، لكن أستطيع أن أقول إن خير الهدي هدي محمد. تمام يا شيخنا، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك يا رب. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ أسمع البعض يستشهد بقول الله وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. أيوه. نعم يا شيخ. أسمعك. البعض يستخدم هذه الآية ليشجيع الناس على الدراسة وعلى العمل. صحيح؟ نعم عفوا. البعض يستخدم قول الله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. نعم. يستخدمون هذه الآية تشجيع الناس على الدراسة أو على العمل أو ما شابه، فهل هذا صحيح؟ استدلال غير سديد في هذا الباب. ممكن يقول وقل أعملوا فسير الله عملكم ورسوله، يعني أما تنزيل الآية وليس للإنسان إلا ما سعى، قد يتفضل الله بأن يعطينا أكثر من سعينا. ليس واجب بواجب على الله أن يعطيك أكثر من سعيك، لكن إن تكرم فهو الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟ كل عام وأنت بخير. وأنت طيب. ربنا يمتعك بالصحة والعافية يا سيدنا. يا رب وإياك، تفضل. سؤال بعد اذنك يا مولانا. ربنا من علينا ان شاء الله وطلع خدمات حجاج، فالمفروض ان انا اعدي الميقات مش احرم من الميقات، المفروض ان انا اروح الشركه وبعد كده اروح ميقات السيده عائشه واحرم بعمره، عليا دم ولا عليا حاجه في ان انا اعدي الميقات من غير احرام؟ اعد. المفروض ان انا ربنا من عليا وطلع خدمات حجاج. ايوه. المفروض ان انا هنزل ضبا واروح على الشركه على طول من غير محرم. والمفروض ان اوصل للشركه بعد كده يودونا ميقات السيده عائشه نحرم ونعمل العمره، فانا اعدي الميقات عليا دم ان انا عديت الميقات من غير محرم؟ لو انك كنت ذاهبا للحج خصيصا سنقول تلزم بالإذلال من الميقات وعليك دم. تمام. لكن انت لست بذاهب للحج خصيصا، انت ذاهب للعمل. فيمكنك في هذا الباب أن تهل حينما تنعقد نيتك للإحرام للإهلال. تمام. يعني خلاص أنا ذاهب للعمل واشتغلت وديت الركاب من مكة لجدة للمدينة للطائف، شغال ليل ونهار. تمام. جاء وقت الحج وعقدت العزم عليه، أهل من المكان الذي أنا فيه. طب سؤال تاني بعد اذنك يا مولانا. الا اذا كان دون المواقيت، بعد المواقيت تهل من المواقيت. طب انا ينفع ان انا العمره وان اللي اعملها اعملها لحد تاني غير الحج اللي انا اعمله لحد وهم الاثنين متوفيين؟ شوف لا تخرب الصنعه، يعني العلماء الاولون رحمه الله عليهم لما كان يطرح سؤال المتمتع هل يجوز ان يجعل عمره لواحد والحج الواحد او لنفسه، يمنعون من ذلك لعدم وروده عن النبي عليه الصلاه واصحابه. عليه الصلاه والسلام. يعني الاول ان انا الحج والعمره يتعملوا لنفس الفرد يا شيخنا، صح كده؟ الالزم. الالزم. ايوه. ربنا يجزيك خير يا مولانا عنا كل خير. وياك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شيخنا الحبيب. اتفضل. عايزك شيخ سؤال بس، لو انا دلوقتي شغال عند واحد جيت فاتح شركه تليفونات، لكن التليفونات دي بيجيبها عن طريق وسيط. طيب. فهل انا كده عندي ذنب ان انا شغال عنده؟ انت شغال عند واحد بيبيع تليفونات؟ بس التليفونات دي بيشتريها عن طريق وسيط.
يعني ويملكها. هو لا يسرقها يا أخي. أه؟ هو لا يسرقها. بس بيشتريها عن طريق وسيط، يعني وسيط، الوسيط ده مش ملك التليفونات، هو بيشتريها منه. مالك دخل أنت، عملك عنده صحيح، يعني شغل عنده عادي، لكن هو على إيه؟ هو ده ما يسألنا نجاوبه. الله يحفظك. ماشي. موظفة مريضة الضغط منخفض عندها هبوط في الدورة الدموية والتعب يزيد عليها جدا في الصيف، لا تقدر على خدمة نفسها، والمدير يمنع الإجازات الاعتيادية ويسمح بالمرضية، ومديرة المستشفى ترفض تعطيني إجازة طويلة، لا ترى ألا داعي له، هناك رجل في المستشفى أو في المشفى ممكن يأتي بإجازة طويلة مقابل أن أعطيه مالا، هل يجوز ذلك؟ أقول بالله تعالى التوفيق، إذا كنت مريضة حقا ويمنعونك من حقك كمريضة من أن تأخذي إجازة، هناك من يستطيع أن يأتي لك بالإجازة غير تزوير في أوراق، غير تزوير في أوراق، فلا تعد هذه رشوة، الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، هذا محله إذا كنت حقا مريضة وتستحقي. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، لو في واحد ما بيصليش في المسجد خالص وما فيش عذر، المسجد تحت البيت وكده، وهو ما بيصليش في المسجد، وزوجته تعبت معاه من كتر النصيحة وكده، فهي المفروض ايه موقفها معاه؟ المفروض تعمل ايه؟ هو يصلي في البيت؟ يصلي في البيت طبعا، الوقت بوقت وكل حاجة، بس ما بينزلش المسجد، بيقول ان الأئمة في المسجد صوتهم مش كويس، يعني ما بيعجبوش صوتهم يصلي وراه. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ونعم بالله طبعا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صوتك طيب يا شيخ. وانت بألف صحة وألف سلامة والسامعين والسامعات. السؤال بس يا شيخ وحضرتك، كيفية الجمع بين آية ويدعو الإنسان بالشر دعاء بالخير، وبين حديث لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا إلى آخره. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وصف لحال الإنسان، ليس ترخيصا أن تدعو بالشر، إنما يخبر ربنا عن حال الإنسان بس. لا تعارض، يعني إخبار. اللهم صل على رسول الله وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا كنت عايز أحكي يا شيخ دلوقتي على حد هو بيصلي، يعني أنا مثلا وأنا بصلي اتخبط فطلع مني غصب عني كده، قلت الحمد لله. ف يعني الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة. اصلي سهو طيب؟ لا لا ولا سهو. شكرا. السلام عليكم. نعم. نعم. كيف حالك يا شيخنا، عامل ايه؟ الحمد لله. والله انا بتصل بيك عشان اسلم عليك بس. الله يسلمنا وياك. ربنا يبارك في عمرك ويبارك في علمك، وانا بحبك والله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا له، بارك الله فيك. وفيك بارك الله، ربنا ما يحرمنا منك يا رب. الله يجمعنا وياك في الفردوس يا رب والسلام. الله يسلمك يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. جزاك، عندي سؤالين يا شيخ جزاك الله خيرا. سل. السؤال الأول، رجل قال لزوجته أسأل الله أن يرزقني الموت حتى أستريح منك. والسؤال الثاني، هل هذا طلاق أم لا؟ ليس بطلاق. والحمد لله. والسؤال الثاني، رجل قال إن فعلت كذا فإني ابن حرام، فهل هذا يلزمه شيء؟ ليس طلاق أو استغفر الله، ليس طلاق. جزاك الله خيرا يا أستاذ، بارك الله فيك. وياك ولك بمثل نعمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا كنت اتصلت بس الخط القطع. انا بقى انا في الخارج في الغرب بسأل عن المعاملة
لو احد الاخوه وكل منظمه ماليه لشراء بيت بس عفوا جلس في هذا البيت بس عفوا لماذا لا تقول البنك كما يقول اخوانك في الخارج؟ يعني لماذا تحذف اسم البنك؟ هو ما بيسميش نفسه بنك، هو بيسميه مؤسسه اسلاميه ماليه، ما بيقولش كلمه بنك عندنا. ماشي، لكن هو نفس عمل البنك. نعم نفس العمل، عمل البنك. طب هقول لك، قال لك طب اسمع المعامله يا مولانا، بس معلش اتفضل عليك اتفضل. المعامله ان هو بيوكل البنك او المؤسسه الماليه دي انه يشتري بيت، والبنك بيبقى بيمتلك البيت وبيأجر البيت لهذا الشخص نظير ايجار لمده 20 سنه، بيتغير كل 3 سنين او 4 سنين يتغير يغطي التكلفه. كيف كانت وكاله اذا؟ عزم لا تسمى وكاله الان، لا تسمى وكاله. الوكاله اقول لك يا زيد اشتري لي شيئا، استاجر لي شيئا، وانا الذي سادفع المال، وبعد ذلك لك اجر الوكاله. لكن انت هذه ما هي وكاله يا شيخ؟ يعني ما هي وكاله؟ اقول لك يا بنك، يا هيئه اسلاميه، اشتري لي هذا المنزل وادفع الفلوس من معك وانا ساجره منك. لا تكون وكاله. نعم لا تكون وكاله بهذا التصوير. هو كاتبين في العقد كده، كلمه عندنا في العقد كاتبين باللغه الانجليزيه والباي ذا بروبرتي اون بيهاف اوف هيم، يعني بالنيابه عنه، ده معناها بالترجمه الانجليزيه. ما هي بالنيابه عنه، لكن يعني مش يقوم ما هي لا يعني هو لا يدفع اي فلوس، ويقول يا بنك يا هيئه اشتري لي منزل من مالها الخاص. اشترت المنزل، تملكته لنفسها ليس له، وبعد قال البنك انا سأجر لك يا فلان على 20 سنة على 30 سنة بثمن كذا كذا، وفي النهاية اخذ لك. هذا الموضوع لا يجوز. نعم صح كده، لا يجوز. هو التوصيف الشرعي هنا للمعاملة ايه؟ يعني اسم المعامله دي هي معامله ربويه اصلا تملك، ولا هو في غرض؟ هي معامله ربويه. انت تعرف حديث الرسول عليه السلام، سيكون امتي يعني ان صح الخبر يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، هي ربا لكن كلها حيل. نعم الله يسلمك. اولى بعد عنه، يلزم الودع. بارك الله فيك يا مولانا. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الفاضل. اتفضل. قول بس لحضرتك. اتفضل. انا حد كان عرض عليا ان في شغلانة مثلا سيارات تبع الدولة، كل مزاد والكلام ده. شغلانة سيارات ايه؟ شغلانة سيارات تبع الدولة تدخل مزاد. سيارة مثلا متصادرة، سيارة مثلا كانت ممسوكة، الكلام ده. هو ماذا يصنع مندوب عن الدولة في بيع السيارات المصادرة؟ يا شيخ هي الدولة بتعمل مزاد في السيارات. ايوه معروف، المزادات التي السيارات التي تصادرها الدولة من الناس، سواء الجمارك او سيارات مهربة او غير ذلك. السؤال تمام، السؤال هل ده حلال ولا حرام؟ تشتري منهم يعني؟ حلال. اشتري منهم حلال. ماشي تسلم يا شيخ، بارك الله في عمرك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخ. اتفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. وحكم يا رب. الله يسلمك. في سؤال شيخ مصطفى، في شخص دلوقتي في حاجة بتشجعه على فعل الطاعات وبتخليه ما يعملش معاصي، سبحان الله. يعني فهل ده ممكن يكون من القرين ولا نفسه ولا الجن المسكن بيساعده؟ انت قرينك مسلم يعني؟ قرينك ابن حلال؟ طيب بيشجعنا على الطاعه وبينهينا عن المعصيه، سبحان الله. يعني سبحان الله، يعني الشيطان بقى اصبح شيطانك انت على وجه الخصوص، شيطان صالح ويحثك على الطاعه، تقصد كده يعني؟ ينفع. نعم نعم نعم، يعني بيشجعه نعم. على الصلاة لما عايز يشوف حاجة وحشة بيقول له يعني بينها، يعني زي شوف العفريت ده بيأذي قلبه. شوف هذا العفريت انت تراه؟ لا لا، من غير رؤية فقط
إلهام نفسي يعني. من قال لك إنه الإلهام هذا من العفريت؟ ما أنا أسألك عشان أعرف بس. والله الهادي هو الله الذي يهدينا. نعم. اللهم اهديني، اللهم اهديني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، نهيئه لعمل الخير. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم صح. نعم صح. جزاكم الله خير. خير. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. الله يكرمك. جزاكم الله خير. وإياكم. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. يا أرحم الراحمين يا رب. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمرك وعملك يا شيخنا. يا رب وإياك يا أختي. بقول لحضرتك يا شيخ، هل يجوز تسمية زكاة المال بأوساخ المال؟ بأوساخ الناس؟ آه. هو الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد في فم الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة قال: كخ كخ يا حسن، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة إنما هي أوساخ الناس؟ لكن أوساخ الناس في حق آل محمد. وما معنى أوساخ الناس؟ ليس معناها أنها حرام أكلها، لأن الله قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لكن ما معنى يعني إذا بقيت زكاة المال في المال لم يخرجها منه ستوسخه. نعم. فهي حلال. إذا كانت أوساخ لن نأكلها، أوساخ يعني بالمعنى المفهوم. أيوه أيوه. رب الناس هنا الذين عليهم زكاة. إذا بقيت في أموالهم ستلوثها. الحمد لله. الله يسلمك. وأوساخ أيضا لمن لا تحل لهم. أيوه. الله يسلمك. طب يا شيخنا، هل يجوز تغيير نية النافلة إلى فرض؟ لا. طيب. نافلة إلى فرض لا، أنا كبرت على أنها نافلة. تغيير الفرض إلى نافلة لا بأس. طب يا شيخنا، في اثنين اتصلوا بحضرتك يعني في حلقتين سابقتين، وقالوا لحضرتك إن هم كانوا بيصلوا السنة، وبعد كده في ناس دخلوا وراهم فهم غيروا نية السنة إلى فرض. لا لا عفوا، ما قالش كده. أنا بس غيرها إلى 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 مغرب النافلة أيضا. يعني غيرها من ركعتين. أيوة تفضل. إلى ثلاث كنافلة مغرب. ليس كفريضة مغرب. طب وهل يجوز المأموم اللي هو اجتهد في هذا الباب؟ مش مشكلة، هو اجتهد في هذا الباب، الأمر في يعني يسير له، اجتهد في هذا الباب. لكن لو كان قال فريضة لا، ما يصح هذا. اصلا التبس بس علي الموضوع. لا لا لا, لا حرج عليك. انت لن تصلي سنة المغرب. في شيء عليك اخر؟ سؤال معك اخر؟ ايوه يا شيخ. بصرتك انا ربنا كرمني بالحج والعمرة من اكتر من 20 عام. الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. ورضيت يا شيخ وهكذا يعني، وتمنيتها في نفسي كتير لكن لم ادعو. هل هذا قنوط؟ هل هذا يعد قنوط من رحمه الله؟ لا ليس قنوط، بس يعني واصل الدعاء بالخير، لا تملي من الدعاء بالخير. بارك الله في عمرك وعملك يا شيخ. ولك المثل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
سمعت يا شيخ ان انا كنت صليت بالناس ما كنت صليت مش كنت كنت هذه لا لا تحذف النون ليست سايلنت بالانجليزي صليت بالناس و بدل ما اقول ان الله غفور ان الله تواب رحيم قلت ان الله غفور رحيم الصلاة صحيحة فعلي عليها الذنب ان انا ليس ملك. عليك ذنب شكرا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا أخبار حضرتك طيب والله الحمد يا رب دايما بقول لحضرتك شيخنا واحد جارنا سرق واحد جاره فالمهم احنا عندنا كاميرات كلاهما جار ايه كلاهما جار لكم واحنا عندنا كاميرا يعني انا عندي شاهد على الموضوع يعني طيب فالمهم والدة السارق ده لما عرفت ان في موضوع سرقة قالت لي بالله عليك لو ابني ما تقول لهمش طب لماذا وهو هيتوب وكده قل لها رد المسروق وانا اسكت ما ردات المسروق ساخبرهم طب انا ما اخبرتهوش يا شيخ هو المسروق لما سألني عرفت بالكلام ما انت رجل مش مظبوط لا والله يا شيخنا وانا خفت ان يحصل فتنة انت الان مسيء للاثنين مسيء للمسروق منه في دنياه ومسيء للسارق في اخرته تمام طب انا عليا ايه دلوقتي يا شيخ عليك ان تقول لام جارك هذه يا والدة انا سألت شيخ وقال لي انك اذا يعني تنصحهم برد المسروق رددتم المسروق وإلا سأخبره حتى أنقذكم من عذاب الله والآخر مسكين يأخذ حقه في الدنيا بس هو الموضوع قديم يا شيخنا الموضوع من شهرين مثلا من شهرين من 3 شهور لازم تحصل كده تمام يا شيخ روح كلمهم الآن يا أم فلان ابنك سرق وأنا عندي الكاميرات فابنك ظلم نفسه سيدخل سيعذب يوم الدين وهذا حق ضعف الدنيا فأنا رجل أنت تحكي عن نفسك أنك غشاش غششت هذا وذاك غششت هذا بالسكوت عنه أنصر أخاك ظالما أو مظلوما كيف أنصره ظالما يا رسول الله قال تمنعه من الظلم فلا نصرت الظالم ولا نصرت المظلوم وشيخنا يعني هو كان ممكن يحصل فتنة بين الجارين يا حبيبي أنا قلت لك كده الفتنة نعالج القصة انها تسلم الاشياء بالحسنة بالستر طب انا لو بلغتها ان هي تعمل كده وما عملتش هل انا علي المسروق منه نعم سأبلغ من سرق منه الشيء ولا كده بصراحة اخبرها بذلك صراحة اذا لم ترد السلعة الشيء المسروق لصاحبه سأبلغه بس كده تمام يا شيخنا رجل قوي لازم تكون قوي في الحق تاخذ شبه الحرام يسرق لو انت مكان المسروق منه ماذا كنت تحب؟ حتى تلقى حاجتك السلام عليكم يقول ابوها يرحمه الله وامها كانوا بينهم مشاكل جدا وكي نحل المشاكل بينهم أعطاني شخص ورق مكتوب فيه حاجات سحر يعني ومية معاها وطلب مني أخذه ما أعمل بطريقة معينة وعملت كذا للأسف كذا أنا كفرت ارتكبت كبيرة عليك التوبة والاستغفار تبعت السحرة الكهنة الكذابين الدجالين استغفر الله مما حدث وعملي عملا صالحا السلام عليكم عليكم السلام نعم بقول لحضرتك يا شيخ في مسألة كنت عايز حضرتك تجاوبني فيها اتفضل دلوقتي أنا كانت دخلت بنتي في مدرسة خاصة فحصل ظروف طول السنة اللي فاتت فمعرفتش أدفع المصاريف اللي هي 18,000 جنيه ها؟ معرفتش أدفع المصاريف اللي هي كانت 18,000 جنيه فدلوقتي أنت حضرتك عارف العام الدراسي الجديد هيبدأ وسحب الملفات عشان تقدم في ثانوي وبعد هل في امكانيه ان الواحد ياخد قرض في الحاله دي لان يعني مفيش طريقه تانية
قرض ربوي؟ اه من البنك. والله لا استطيع ان اجوز القرض الربوي الا عند الضرورات القصوى وانت تقدر ضرورتك، يكفيني هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يبارك في عمرك. وفي عمرك بارك الله. والله استفتك مسألة، أنا شغال في مجال المقاولات. أنا وصديقي، فصديقي ده سافر السعودية يشتغل هناك في مجال المقاولات، هيشيل شغل. فهو هناك اشتغل مع مؤسسة، والمؤسسة طبعًا ما تعرفش إن هو مهندس، هم ما سألوش إن هو مهندس. بس في نفس الوقت هو أخفى عليهم إن هو مش مهندس. يعني هو شغال مقاول. فبيسأل هل لو شال منهم الشغل هم ما عرفوش إن هو مهندس، ماله كده فيه حرام ولا ما فيهوش حرام؟ عشان لو فيه حرام قال لي أنا هكتب هكتب الموضوع ده خالص. لا عفوًا. هو دخل بصفة ماذا؟ هو داخل رايح هناك بصفة إن هو هيشيل شغل. بس هناك في السعودية ما بيشيلش شغل مثلا إلا المهندسين. طيب إذا كان بيشيل شغل المهندسين بزعمك، لما لم يطلبوا منه الشهادة الهندسية؟ بيقولوا بزعم إنه بعد 5 سنين، بيطلبوا منه بعد 5 سنين بحيث إنه يطلعوه تأشيرة مهندس بعد 5 سنين، بعد 5 سنين عمل، هيطلعوه دلوقتي تأشيرة مشرف. هو مهندس في الأصل يا أخي. لا هو مش مهندس، هو مقاول بس. هو مهندس مقاول. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نصح وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما؟ نعم. بس وضح. إذا كان قطاع خاص ممكن الأمر يكون سهل، ممكن صاحب القطاع الخاص يقول لك أنا موافق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. نعم. ربنا يعزك ويرفع قدرك في الدنيا وفي الاخره يا رب العالمين. يا رب امين. واياك والسامعين والسامعات يا رب. انا ماليش سؤال بس من فضلك كده لوالدي ورحمه. الله يرحم والديك والدينا والمسلمين والمسلمات يا رب. يا رب يا رب. شكرا. الله يسلمك. زوجها يقول له علي الطلاق بالثلاثه، من متزوج عليك لا في السر ولا في العنا، لو زوجت عليك تكون طالق بالثلاثه. افتيه برأي الجمهور لأن هذا متعنت، أنه إذا تزوج تطلق المرأة، لكن لا أقول 3 تطليقات إنما هي واحدة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. نريد النصيحة والدعاء. الله يسكننا وإياك الفردوس والسامعين والسامعات، ويسعدنا وإياك في الدنيا والآخرة. كيف أكون رجل في طريق الله؟ إلزم كتاب الله وسنة رسول الله ورتب لسانك بذكر الله. نعم بالله. الله يكرمك. ويني بيك يقول هل يجوز إشراك جميع المسلمين في الصدقة أثناء التصدق؟ لم يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. يعني ما أخرج الرسول مثلا دينار وقال يا رب عني وعن كل أهل الإسلام إلا اللهم إلا في الحقيقة منه فقط. أما اللهم تقبل من محمد ومن أمة محمد آل محمد. أما أن شخص يتصدق بصدق ويقول عن جميع المسلمين لم يرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم تفضل. لو في امرأة مطلقة وهي بتعمل علشان تنفق على أبنائها، لان الاب ما بينفقش عليهم بتاتا يعني. فهي كان عندها قبل كده مثلا بعض الذهب بتخرج عليه زكاه كل سنه، هل يجوز ان هي يعني تاخد من زكاه الذهب ديت للاطفال دولت اللي والدهم ما بينفقش عليهم ولا لا يجوز؟ يعني هل يجوز للمراه ان تخرج زكاه حليها لأبنائها الفقراء؟ أيوة بالضبط كده. أختار الجواز لأنها ليست بملزمة بالإنفاق عليهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. إزي حضرتك عم الشيخ؟ الحمد لله. أخبار حضرتك إيه؟ طيب.
طيب ولله الحمد. ربنا يجازيك كل خير. انا بتصل بحضرتك انا طالب منك الدعاء بس مش اكتر. الله يكتب لنا ولك القبول في السماء والارض. الله يكرمك يا عم الشيخ. بالله عليك انا اسمي محمد عبد الله. انا يعني انا شاب بحاول الالتزام بس بالله عليك الطريق صعب جدا. فوصيني يعني. اوصي نفسي وياك بتقوى الله سبحانه ثم بدعاء الله بالثبات مع الصحبة الصالحة. ابحث عن صحبة صالحة. حاضر. الله يوفقنا وياك لها يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت يا شيخ كنت عايز اعرف ازاي اجمع بين حديث لا تأكلوا به وحديث ان احق ما انقسم عليه اجرا كتاب الله. الاول لا يصح. لا تأكلوا به؟ أيوة هذا اختياري له. شكرا شيخ. الله يسلمك. ثم أيضا في حال صحته محمول على الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا بمعنى يحلون الحرام ويحرمون الحلال من أجل دنياهم. عبد الرحمن حمادة عيد بارك الله فيك يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. بعزك والله انا دلوقتي شغال مع واحد بيتاجر في الربا. بتاجر انا كده عليا ذنب ولا لا؟ بتاجر في ايه؟ بيتعامل بالربا. واحد يتعامل بالربا، وانت تساعده على الربا ولا بتعمل في عمل اخر؟ لا انا شغال معه هو. معاه ايه؟ ببيع له البضاعة اللي هو بيجيبها. بضاعة ايه؟ هو دلوقتي حضرتك مثلا شغال في الاقساط، هو بيشتري من حد بس الحد ده ما يملكش البضاعة. ما انت سألتني في أول الدرس وأجبتك. يعني معلش أنا قال كده أنا عليا ذنب ولا لا؟ أنت سألتني وأنا أجبتك فما في داعي للتكرير، شكرا. بارك الله فيك يا شيرين بنت عبد الرحمن. واسألي نفسك ما معنى شيرين؟ هل مغلظ يعني تقليد في الاسم؟ أو ما معنى شيرين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مصطفى عمير. الحمد لله. طبعا عندي مساله بس عايز اسال فضيلتك فيها. كان في شخص يعني شخص محترم وامين ونحسبه على خير يعني. الشخص ده قال اللي حسبه على خير، شخص امين نحسبه على خير. فهو طلب مني مبلغ علشان هو بيشتغل في بعض الادوات الكهربائيه بيشتريها وبيبيعها بالجمله وبيكسب يعني ارباح وبيقسم الارباح دي بشكل منصف بينه وبينه انا بالمال وهو بالعمل يعني. فانا اخذت عليه اصالات ثمانه وكتبنا عقد علشان ما يبقاش في ضمان للمكسب والخساره يعني. اصالات ثمانه دي مجرد ضمان الحقوق مش اكتر يعني. فدلوقتي الراجل ده كان واخد قرض من البنك وتعثر في سداده ودلوقتي هو رفق. طب فهمنا بالحسنى. اسم شيرين يقول النزاع فيه قائم. نعم تمام. هو دلوقتي عنده مشكله مع البنك في قرض هو كان واخده ومعرفنيش بالقرض ده يعني. انا ما كانش عندي علم وانا داخل معاه الشراكه في الاول ان في قرض. فدلوقتي هو على خساره فعايز يشركني في الخساره دي وانا طلبت منه يعني لو هو عرفني من الاول ان في قرض انا ما كنتش قبلت ان انا ابتدي معاه في الشغل ده. انت شريك معه؟ عفوا يعني انت شريك معه، انت دفعت فلوس وهو دفع فلوس. لا هو ما دفعش فلوس، هو بفلوس انا بيشتغل. بفلوسك بيشتغل وبعدين دخل على فلوسك قرض من الربا. هو للاسف كان عندي القرض ده وعليه مديونيه وما عرفنيش من الاول المعلومه دي. وخد فلوسك. نعم ودلوقتي هو مش عايز يرد فلوسي الا باقساط على 5 سنين مثلا. وطبعا حضرتك عارف الظروف. لا ده هذا اقرب الى ان يكون نصابا بس لابد من سماع الطرفين. طب لا ما يسمع، لازم يسمع الطرفين كده. هذه الحال. بهذا القدر اجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لانعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن.
لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك فصلنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحول بعد الكور يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، واكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين، ولسان صدق في الآخرين، ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون. اللهم احفظهم بحفظك وألف بين قلوبهم وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. وارحم ميتهم وعاف مريضهم يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم واهديهم سبل السلام يا رب العالمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا وأصلح أعمالنا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.